الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله، وهذه الوصية نعمة الوصية هي، فهي وصية الله تبارك وتعالى للأمم قبلنا، ووصيته جل وعز لنا من بعدهم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي رأس الخير كله، وملاك الصلاح كله، صلاح الدنيا والدين. وقد فسرها السلف رحمهم الله تعالى بأنها أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعز وقايا، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. تجعل بينك وبين العذاب وقاية بفعل الأوامر، فلا تضيعها، فإن ضيعتها عذبت، وترك النواهي فلا ترتكبها، فإن ارتكبتها عذبت. وتقوى الله سبب لكل خير، فتقوى الله جالبة للرزق ومكفرة للسيئات، وجاعلة وجالبة للنور. وتقوى الله جل وعلا مخرج في الضيق، وتقوى الله جل وعلا معظمة للأجر، والحاصل هي جماع الخير كله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم. وهذا من أعظم آثارها، أن ينور الله جل وعلا قلبك أيها العبد فيلقي فيه النور، ويجعل لك الفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل، فتأتي الحق وأنت مطمئن منشرح الصدر إلى ما تعمل، وتدع الباطل وأنت منشرح الصدر بأنه باطل لا شك عندك فيه، تركته لله ابتغاء مرضاته ورجاء مذوبته وخوف عقابه جل وعلا. يكفر به السيئات الرب تبارك وتعالى بهذا العمل العظيم ألا وهو التقوى. يرزق من حيث لا يحتسب العبد، لأنه من اتقى الله هيأ الله له سبحانه وتعالى أبواب الرزق وفتحها جميعا. يعظم لك الأجر ويجعل لك المخرج من كل ضيق. والحاصل هذه الكلمة كلمة جامعة وصى الله بها في كتابه، ووصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المخرج عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح، في موعظته البليغة التي وعظهم بها صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح بعد صلاة الغداء، ذرفت منها عيونهم ووجلت منها قلوبهم ولم تنقل هذه الموعظة ما هي، لكن وصفوها بأنها غاية في البلاغة، وكيف لا تكون وهي من أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا تكون بليغة والمتكلم بها أفصح الخلق قاطبة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، واختصر له الحديث اختصارا، فوصفت بأنها بليغة، ثم وصفت آثار بلاغتها
بأنها وجلت منها القلوب، خافت وذرفت منها العيون، فالجوارح جنود للقلب والقلب ملكها، فلما وجلت القلوب ورقت ذرفت العيون وبكت. وهذا دليل على أنها قد وقعت فيهم كل موقع ولامست بشاشة قلوبهم رضي الله عنهم، فقالوا كأنها موعظة مودع فهموا منها، كأنها موعظة مودع فطلبوا منه الوصية فأوصنا. فكان أول ما وصاهم به بهذه الوصية أن قال أوصيكم بتقوى الله، فبدأ بها، فهي جماع الخير كله وصد أبواب الشر كلها في تقوى الله تبارك وتعالى. ثم الشق الآخر هو السمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لأئمة أمور المسلمين، ولاة أمور المسلمين، ولأئمة المسلمين، وذلك لأنه بالسمع والطاعة